عايزة سريعا أروح مع حضراتكم إلى قطاع غزة ونكمل أيضا ونطمئن أكثر مع أهالينا في قطاع غزة ونطمئن عليهم أكثر ونتعرف أيضا على يعني ما يحدث خصوصا في المستشفيات الخاصة بقطاع غزة. عارفين أنه في قصف على مستشفيات كثيرة جدا تم وفي مستشفيات الحقيقة أصبحت خارج الخدمة. خلينا نطمن أكثر ونعرف ربما الهدنة تدي وقت أكثر للصحة الفلسطينية بالتنفس. دكتور أشرف الإدرا المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. يعني دكتور أشرف طمنا كده على الوضع، أخباره إيه بالنسبة للمستشفيات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا من هذا التطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لليوم 48 على التوالي. مستشفيات قطاع غزة كما أعلننا سابقا قبل أكثر من شهر باتت منهارة تماما، حيث أن هذه المستشفيات ليس لديها أي إمكانيات طبية وكذلك ليس بها وقود، وبالتالي هذه المستشفيات اليوم خاصة في منطقة شمال قطاع غزة فقدت الخدمة الصحية لتقديمها للمواطنين والجرحى. المستشفيات في شمال قطاع غزة الآن باتت محاصرة وتحت التهديد المستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية والقناصة الإسرائيلية. قبل قليل تم استهداف مباشر للمستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وحتى اللحظة هناك إضرام للنيران في داخل المباني وداخل المولدات الكهربائية. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يضع هذه المستشفيات في دائرة الموت، حيث أنه لا وجود لأي مساعي دولية لإخراج الموجودين في داخل هذه المستشفيات إلى جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد الآن أكثر من 200 إلى 250 ما بين جريح وما بين مرافق وما بين طواقم طبية في المستشفى الأندونيسي، كما أن هناك أكثر من 180 من الجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى المئات الذين لا زالوا موجودين في داخل مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء يقوم بعملية عسكرية موسعة في داخل مناطق شمال قطاع غزة وأيضا في مناطق جنوب قطاع غزة. هناك غارات مستمرة في كافة المواقع المختلفة، والاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرفع فاتورة هذا العدوان بمزيد من الضحايا قبل بدء سريان الهدنة التي قامت بها جمهورية مصر العربية مشكورة وكذلك دولة قطر. لا يريد أن يضيع أي فرصة للنيل من أبناء شعبنا حتى وإن كانوا في داخل المستشفيات أو المدارس المحصنة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. أكيد أكيد. أنا عندي سؤال أستأذنك فيه دكتور أشرف، يعني خلينا نطمئن على المستشفى الأندونيسي خصوصا بأن جيش للاحتلال الحقيقة طالب بأنه يتم إخلاء المستشفى لأنه هو يعني بصدد اقتحام هذه المستشفى كما يعني نعرف. نعم نعم، الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أيام وهو يقوم بمحاصرة هذه المستشفى ويهدد كل من في داخل هذه المستشفى، يقوم بتواصل إطلاق النيران والمدفعية. قبل قليل أيضا كما قلت قام بقصف مركز لهذه المستشفى منذ الصباح، وهو يطالب الموجودين في داخل هذه المستشفى بالإخلاء القسري للمستشفى حتى يتم اقتحام المستشفى وتكرار السيناريو الذي قام به في مجمع الشفاء الطبي. صحيح. ويعيده في المستشفى الأندونيسي. طب هل تم الإخلاء يا دكتور أشرف؟ تم إخلاء المستشفى الأندونيسي؟ للأسف لا يوجد هناك إخلاء للمستشفى الأندونيسي من قبل المؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا زالت حياة الموجودين في داخل هذه المستشفى مهددة بخطر الموت. بالتأكيد كل من هو في داخل هذه المستشفى الآن يقع تحت دائرة الموت، وبتنا نخشى على حياتهم. كل لحظة تقربنا من ساعات الليل أكثر يكون هناك أيضا استغلال للفرصة لدى الاحتلال الإسرائيلي للنيل والانقباض على هذه قبل ساعات الهدنة. خلينا نتمنى يعني كلنا كل الدعوات هذه الليلة بأن يعني يأتي الصباح بهدنة يعني تستطيعون التقاط الأنفاس وأيضا يعني ضخ كم من المساعدات منها المساعدات الطبية والاطمئنان على المستشفيات. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشكر حضرتك شكرا جزيلا.